إذن نبدأ من صحيفة الجريدة، وفيها نقرأ: مقتل 7 مواطنين وانهيار المئات من المنازل جراء الأمطار في النهود. ضربت أمطار قوية وسيول مدينة النهود في ولاية غرب كردفان، وتسببت في مقتل نحو 7 مواطنين وفقدان 3، وأدت إلى انهيار جزئي في سجن النهود ووفاة 3 من النزلاء. كما قطعت السيول طريق أم درمان بارة الذي تم إنشاؤه حديثا. وقال شهود عيان إن أمطارا غزيرة وسيولا ضربت الأحياء الشمالية والشمالية الشرقية لمدينة النهود، ما أسفر عن انهيار 1500 إلى 2000 منزل. وأوضح المواطن من حي أبو سنون في النهود ياسين أحمد خليفة أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم على الأقل، إلى جانب فقدان طفلة. إلى ذلك أورد موقع سودان تريبيون الإخباري عن أسامة سعيد القيادي في حزب مؤتمر البيجا المعارض قوله إن مناطق كسلة تحتاج إلى إغاثة عاجلة بعد أن اجتاح خور الأميري عدة أحياء في المدينة أمس الأول، هذا فضلا عن تهديد نهر الجاش الموسمي للمنطقة، مؤكدا أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم، إلى جانب انهيار نحو 500 منزل، لافتا إلى أن المتأثرين الآن في العراء بلا مأوى. يعني بداية أستاذ عبد المنعم، هل من تفاصيل إضافية على ما ورد في الخبر صباح اليوم؟ وهل صدر من الحكومة أي موقف رسمي إذا كان على مستوى المركز أو الولايات بخصوص إغاثة وإيواء المتضررين؟ وحتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة يتحدث عن تأثر مناطق، سواء كان التأثر الذي حدث في شرق السودان في بعض أجزاء مدينة كسلة قبل 3 أيام، أو التأثر الذي حدث في مدينة النهود أمس الأول. حتى الآن لم يصدر بيان سواء كان من السلطات الولائية أو السلطات الاتحادية يتحدث عن حجم الأضرار. وكل الحديث الذي يدور الآن عن حجم الأضرار سواء كان مصادره مواطنين أو مصادره جهات غير رسمية، حتى الآن لم يصدر أي شيء رسمي يتحدث عن حجم الأضرار. في كسلة تبادل بعض الناس مناشدة أصدر مفوض العون الإنساني يطلب من المنظمات مساعدة المواطنين في الأحياء الثلاثة التي تأثرت بالأمطار وتأثرت بخور الأميراي الذي تدفق على المنطقة. لذلك تظل كل هذه المعلومات حتى الآن معلومات غير رسمية، وأمر يثير الاستغراب أن السلطات الرسمية لماذا لم تصدر بيانا حتى الآن. حتى لو انهارت 10 منازل كان من المتوقع أن تصدر السلطات، سواء كان في ولاية شمال كردفان أو في ولاية كسلة، حديث حتى يصبح هناك حديث رسمي أن الذي تأثر مؤسسات أو أفراد أو منازل أو هكذا، حتى لا يصبح الأمر نهبا لحديث من مواطنين موجودين على الأرض أو من ناشطين موجودين في مختلف المناطق. يعني يتحدث البعض عن أخطاء فنية في التشييد والبنية التحتية، هذه الأخطاء أسهمت في زيادة الأضرار وفقدان الأرواح والممتلكات. ويعني في مدينة النهود تحديدا سجن المدينة انهار إذا كان كليا أو جزئيا، وفقد بعض المسجونين أرواحهم، ويتحدث البعض عن فرار آخرين إلى خارج السجن. هذه بعض المشاهد الجانبية على المشهد الكلي المتمثل في الأخطاء الفنية في التشييد والبنية التحتية. من الأشياء اللافتة في المناطق التي تأثر بالسيول والأمطار في السودان أن التأثر دائما يكون في المناطق الحضرية، يعني أي المناطق التي تم تخطيطها بطريقة منظمة. نادرا أن يحدث تأثر في القرى التي بنى أهلها بطريقة غير منظمة، يعني وفق لمعرفتهم بالمنطقة ومعرفتهم بجغرافيتها وانحدار المياه وتاريخ وهكذا. لذلك هذا الأمر يثير الأسئلة في أن لماذا دائما التأثر بالسيول والأمطار ينحصر في مناطق حضرية، مما يفتح الباب هل هذه المناطق عندما تم تخطيطها لم يتم النظر إلى مساقط ومجاري السيول والوديان، أم أن الأمر مرتبط ببعض المنشآت التي تم إنشاءها وحجزت مجاري السيول، خاصة الحديث عن الطرق. يعني مثلا لو تحدثنا مثلا عن الذي حدث في منطقة كسلة في منطقة مكرام، خور الأميراي منذ 15 عاما الحكومة عندما خططت المنطقة غيرت مجرى الخور وأنشأت ترس ترابي، حاجز ترابي بين المنطقة التي تم تخطيطها
والمجرى الجديد الذي غيرته، وكانت سنويا تقوم بتنظيف المجرى الجديد ما يسهل عملية. هذه المرة هناك اتهامات من المواطنين بأن المجرى لم يتم تنظيفه، هناك اتهامات بأن الحاجز الترابي تم إزالته في بعض المناطق، هناك اتهامات للطريق تم إنشاء حجز المياه وارتدت المياه على مساكن المواطنين وتسببت في هذه الخسائر. في مدينة النهود الحديث الآن الذي نقلته الصحف عن المواطنين كله ينصب حول انتقادات لشركة قامت بإنشاء طرق داخلية داخل المدينة، أن اتهموا المواطنين أن هذه الشركة قامت بإغلاق مجاري السيول المعتادة الطبيعية، لم تنشي معابر للمياه، لم تنشي كبارع على هذه الطرق، ولذلك المياه ارتدت على المواطنين. ويعني مثلا لو نظرنا لمدينة النهود منذ عام 1991 لم يحدث فيها هكذا دمار للمساكن بسبب سيول وأمطار، وهذا يعني يجعل الحديث ينصب على أن يعني لابد من الإجابة على هذا السؤال، هل المشكلة في التخطيط أن المساكن في هذه المناطق الحضرية يتم تخطيطها داخل مناطق منخفضة، أم أن المنشآت بعض المنشآت يتم إنشاء خاصة الطرق، الاتهام الرئيسي للطرق أنها تقلق المجاري ولذلك تحدث هذه الكوارث. يعني السيد عبد المنعم برأيك من يتحمل مسؤولية إزهاق الأرواح وهذه الخسائر الحادثة في الممتلكات إذا كان في كسل أو في النهود؟ المواطنون وحسب الإفادات الشعبية يتحدثون عن عدم تنظيف المجاري وفتح المصارف فيما يتعلق بخور الأميراي وإغلاق الطريق لبعض مجاري السيول في مدينة النهود. هل يعني من تصعيد قانوني متوقع من المواطنين إذا كان في كسلة أو في النهود؟ ما ليس من المتوقع أن يذهب المواطنين نحو تصعيد قانوني. غالب يعني بطبيعة السودانيين لن يذهبوا إلى أي تصعيد قانوني، لأن حتى لو ذهبوا إلى تصعيد قانوني يعني هذه قد تذهب الجهات القانونية إلى أن والله ما حدث أن الطريق تم تنفيذه بطريقة علمية، أن البعض بنى مساكنه داخل مصائب. ولماذا سمح لهؤلاء النقطة الرئيسية التي ذكرتها أن هذه المناطق التي تأثرت هي مناطق حضرية، أي أن مناطق تم تخطيطها بواسطة الشؤون الهندسية في الولايتين سواء كانت في ولاية كسلا أو في ولاية شمال كردفان، مما يجعل المسؤولية تنحصر في الجهات التي قامت بتخطيط هذه المساكن والجهات التي قامت برسم مسار هذا الطريق دون أن تنتبه إلى أن هذا المسار فيه بعض مساقط المياه وفيه مجاري المياه يجب أن تبنى إما كباري أو معابر للمياه حتى لا ترتد المياه مرة أخرى على المواطنين وتحدث ما حدث. يعني نتوقع ربما بعد السجالات القانونية بين الجهات المسؤولة، البعض يتحدث عن بناء المنازل في مجاري السيول والمصارف، والبعض يتحدث عن من الذي صدق لهؤلاء بالبناء في هذه الأماكن، ربما هذا اتجاه. أنا لا أعتقد أن هناك سيحدث سجال قانوني، إن حدث سجال سيكون سجال في أجهزة الإعلام، ستحاول كل جهة أن تبرئ نفسها أن هي التي لم تخطي، أن هي نفذت ما أوكل لها بالطريقة معتبرة وفق المواصفات. لا أعتقد أن الأمر سيذهب نحو القضية الآن ليست في هذا السجال القانوني، القضية أن الذين فقدوا مساكنهم ونحن في بداية فصل الخريف يجب أن يتم إيواؤهم، يجب أن يتم حل مشكلة أن لا يسكنوا في العراء. هل تتوقع مجهودات رسمية أم فقط ينتظر هؤلاء المجهودات الشعبية؟ وقبل قليل في الأخبار نتحدث عن مناشدة الكاتب مالك طه لعودة يعني المبادرات على شاكلة فضل الظهر، هل نتوقع كذلك مبادرات شعبية لحل هذه الإشكاليات وإيواء هؤلاء المتضررين؟ قطعا ستحدث بعض المبادرات الشعبية، لكن لتصبح هذه المبادرات الشعبية فعالة وقادرة على الوصول إلى الناس على الجهات الرسمية أن تخرج أن تقول عدد المتأثرين كذا، أن الذين تأثرت منازلهم بصورة كلية كذا، الذين تأثرت منازلهم بصورة جزئية كذا. هل تتوقع أن تقدم الحكومة مساعدات؟ قطعا الحكومة ستقدم مساعدات، ليس لديها مفر سوى أن تقدم مساعدات، لأن هؤلاء مواطنينا
الحديث في صحف أمس تحدث عن أنه معتمد أنه تجول زار المناطق، لكن لا بد من أن تقدم، لأن هؤلاء أغلبهم الذين تأثرت منازلهم بصورة كلية يعيشون في العراء أو بصورة جزئية، هناك خطورة في أن هذه المنازل إذا هطلت أمطار أخرى يمكن أن تنهار عليهم، لذلك لا بد من مساعدات رسمية وشعبية بصورة عاجلة وتحرك العاجل. نعم. يعني سيد عبد المنعم، في إطار الحملات التي تقودها الحكومة على الفساد، طريق أم درمان بارا الذي ربما لم يفتتح رسميا حتى الآن يتعرض لبعض لجرف في بعض المناطق، ما قد يفتح الباب واسعا عن الأخطاء الفنية التي يمكن أن تصاحب مثل هذا المشروع الكبير. هل يمكن أن يتحول الأمر من مجرد انجراف أو قطع طريق إلى فتح ملفات فساد تتعلق بالشركات المنفذة وما إلى ذلك في إطار حملة الحكومة؟ الخطوات التي تتم فيها تنفيذ المشروعات الهندسية كالآتي: أن الجهات الرسمية تصمم المشروع، وبعد تصميم المشروع تطرح العطاء للشركات المنفذة. يبقى السؤال أنه الجهة التي صممت المشروع، هل عندما صممته راعت أن هنا هذا المكان تاريخيا هو مجرى مياه، أن مفترض أن ينشأ كوبري أو ممر للمياه في هذا المكان؟ إذا حدث هذا، هل الجهة التي نفذت نعم إن التزمت بالمواصفات التي حددت الجهة المصممة؟ هذه الأسئلة يمكن أن تفتح المجال لإجابة عليها، يمكن أن تفتح المجال حول من المسؤول. لكن حتى الآن يعني الشركة المنفذة قد تقول والله أنا هذا هو التصميم الذي تسلمته. فلذلك القضية الشفافية في تنفيذ المشروعات وفي الحديث في الأخطاء التي تحدث، قضية الشفافية هي القضية الرئيسية التي تجعل من السهل أن نشير إلى الشخص المسؤول عن الذي حدث. طالما حتى الآن لا نعرف هل عندما تم تصميم الطريق تم الإشارة إلى هذا المكان الذي تم فيه الجرف أنه تاريخيا هو مجرى سيول، هل الجهة التي نفذت أعطيت التصميم وتجاهلته؟ الإجابة الشفافية هي التي يمكن أن تجعلنا يمكن أن نشير بأصابع الاتهام للجهة التي ارتكبت. يعود الخريف كل عام سيد عبد المنعم بكثير من الأضرار المتكررة ربما في بعض المناطق وفي بعض الخيران ومجاري السيول وما إلى ذلك، ونهر القاش على سبيل المثال وخور الأميراي وبعض مجاري السيول في الولايات المتعددة. إلى متى ستستمر هذه المعاناة سنويا مع فصل الخريف برأيك؟ هل من المتوقع تحركات حكومية يعني إصلاح كل هذه الأضرار المتوقعة وربما معالجة هذه الأخطاء الفنية وإيجاد الحلول اللازمة والتصريف اللازم لمجاري السيول وللخيران والأنهر الموسمية في السودان؟ طالما أنه نحن لا ننتهج العلمية في التخطيط لمشروعاتنا ولأماكن سكننا، وطالما في ظل غياب هذه العلمية وفي ظل غياب المختصين الذين يمكن أن يخططوا بطريقة علمية ومنهجية، وخاصة في ظل أن الآن توفرت الإمكانيات والأجهزة والمعدات والمعارف التي يمكن أن تحدد أي مكان يصلح للسكن، أي مكان يصلح للزراعة، أي مكان على مدى التاريخ الطويل حدثت فيه سيول أو كان مجرى للمياه، طالما في ظل غياب هذه الجزئية الرئيسية كل عام ستحدث هذه الحوادث. الغريبة أنه تحدث بداية الخريف مناشدات للذين أن يبتعدوا عن البناء في أماكن مجاري السيول، الأماكن المنخفضة، لكن هذه المناشدات ستكون للموجودين في الغرف في المناطق الغير مخططة تخطيطا علميا. نجد أن الكوارث أغلبها تحدث في المناطق المخططة تخطيطا علميا. وإضافة إلى أن حتى الفيضانات الأنهر الموسمية أو الأنهر الدائمة، معروف مجاري فيضانات، معروف فترة الفيضان، معروف المسارات المنخفضة التي يمكن أن تدخل فيها، لكن في كل عام يتكرر السيناريو بذاته ولا يتم معالجته وننساه في طوالة أشهر الجفاف، وعندما يأتي الخريف نكرر نفس الحديث.